لفئة الجعالة. هذا في لحظات وينطلق شاهين لمحمد الصني في اول تحدي، بينما هنا الطياري لعلي بن سالم بن سيف بن عيسى الطنيجي ياتينا على المركز الثاني والمركز الثالث. هذا اللي قادم شاهين محمد بن سعيد الخاصوني، والمركز الرابع يتقدم فيه الغزال لحمد بن سيف بن عوض بن سيف الكتبي. ايضا هنالك القادم شاهين عبد الله بن سالم بن مطر الراشد على المركز الخامس. هذه النتيجة متابعينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، ولكن نعود إلى المركز الأول، العودة إلى صلب المنافسة، إلى التحدي، إلى الإثارة. هنا يتقدم الطياري علي بن سالم بن سيف بن عيسى الطنيجي، يتقدم هذه المجاميع وينطلق بالمركز الأول، بينما المركز الثاني المركز الثاني هنا يتقدم، ولكن خلاص نشوف هنا المتقدم على المركز الأول. المركز الأول هذا هو يتقدم بالصدارة إلى مقدمة الشوط، شاهين محمد بن سعيد الخاصوني الاكتبي، والقادم شاهين عبد الله بن سالم المطر الراشدي هنا قادما بهذه اللحظات. ولكن الله يا سلام، بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا شاهين محمد بن سعيد الخاصوني الاكتبي الذي يطلق لنا هذا الاسم على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول بهذه الأوامر الطفيفة على مقدمة الشوط. سلام 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 إلى مالك شاهين محمد بن سعيد الخاصوني الاكتبي الذي يؤكد هذا الحضور بانفراد تام عن بقية الأسماء. تهانينا والناموس إلى مالك شاهين محمد بن سعيد الخاصوني الاكتبي على هذا الانتصار. المركز الثاني يذهب إلى حضور وانطلاقة، هناك الشباب يعقوب بن حميد بن محمد صريدي الثالث يذهب الى شاهين عبد الله بن سالم بن مطر راشدي. التوقيت الزمني 2:19 تهانينا والناموس على هذا الانتصار الى مالك شاهين محمد بن سعيد الخاصوني الاكتبي.